الجد جاهزة؟ ينطلق الآن أيها السيدات والسادة متابعينا مشاهدينا في كل مكان الشوط السادس، شوط الخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ من 70 إلى 90 في مسافة 1700 متر. ينطلق الآن 8 من الجد كما نشاهد رقم 1 على الصدارة وعلى المركز الأول إيرونيوس لمربط إنجاز مع ستيفا لجاج. ثانياً عندنا العقدة لخالد راشد المهندي في ثاني المراكز، بينما المركز الثالث نشاهد من الجهة الخارجية مع رقم 7 سانلي برايد محمد حسن عبد الملك. بيرفكت ستورم في المركز الرابع من الجهة الخارجية، أيضاً من الشاهد الخارج فعلاً رابع ترتيب على المركز الرابع في الخارج. المركز الخامس عندنا اللي هو كلاود بيريش عيل بن خليفة الكواري مع جيبي جامبير في وضع جميل على المركز الخامس. المركز السادس نشاهد الجواد اللي هو هاي كوماندر رقم 2 في محاولة اللحاق، الشوط رايح سريع بالنسبة لهذا الجواد هاي كوماندر. عودة للمركز الأول وعودة للصدارة، لا يزال إيرونيوس ملك مربط إنجاز على الصدارة وعلى المركز الأول. العقدة ثانياً مع الخيال اللي هو جرادا فرانش في وضع جميل بتدريب السيد راشد المالكي على ثاني المراكز. ثالثا عندنا كلاود بيري في وضع جميل، كلاود بيري رقم 4 مع جيمبي جامبير. خامسا عندنا ستانلي برايد نشاهد من الجهه الخارجيه، ايضا عندنا اللي هو ادوارد بيدروزا مع لوت صابنات ريسنج وبيرفكت ستورم. الخط المستقيم الان باتجاه خط النهايه، الصداره لا تزال مع الجواد اللي هو ايرونيوس. المحاوله من الجهه الداخليه لكلاود بيري ولكن التحركات مع العقده، العقده الان تغير مع جرادا فرانش لسيد خالد راشد المهندي على المركز الاول. الان العقده المحاولات مع ايرونيوس وكلاود بيري هاي كوماندر وايضا الجواد اللي هو ثيرد اوردر، ولكن المركز الاول بكل سهوله للجواد العقده لخالد راشد المهندي مع جرادا فرانش. فعلا المركز الاول والصداره لخالد راشد المهندي.